نيجي نفصل في بعض الطرق، ممكن ما أمر على كل الطرق، راح نفصل في بعضها. من أهم الطرق هذه اللي هي طريقة الووتر أناليجي، تقدر تبحث عن هذا المسمى في جوجل، حتلاقي كثير من المواضيع في هذه الحالة. وطريقة الأنابيب هي تمثل لك أنه لو تخيلت أن هذا أنبوب ماء، والأنبوب الماء عبارة عن حيمر في خلاله تيار ماء، أو في أخير نقول ماء مياه، فيمكن تشبيه هذا الأنبوب بالأخير بسلك كهربائي، ولكن لا يمر في ماء، يمر في تيار كهربائي. ففي هذه الحالة الماء هنا راح يكون هو يمثل التيار الكهربائي، أو التيار الكهربائي في السلك راح كأنه هو الماء في الأنبوب، فسريان الماء داخل الأنبوب كما سريان التيار داخل السلك الكهربائي. لو تلاحظ الضيق اللي في الأنبوب، لو عندنا هذا الأنبوب كأنه في ضيق أو في انسداد أو في الماسورة في المكان هذا أكثر اتساع، أما هنا فهي ضيقة، فالماء اللي راح يمر من الفتحة هذه بسهولة، لكن سيواجه مقاومة أو معاوقة في المنطقة هذه، ما راح يتحرك فيها بنفس السلاسة والسهولة اللي في المكان هذا. هذا المكان أو هذا الضيق في الأنبوب، أو هذا خلينا نعتبره مثلا انسداد في ماسورة في البيت عندك، فحتلاقي الانسداد هذا يمكن توضيحه كأنه مقاومة كهربائية. المقاومة الكهربائية، كلمة مقاومة كهربائية شيء يصد أو يمنع شيء، فالتيار يحاول يمر خلال السلك، لكن في عندنا جزء من السلك له مقاومة شيء يمنع التيار، فيحاول أنه يصد التيار، فبعض التيار قد يمنع، ولكن بعض التيار الآخر قد يمر خلال هذا الموصل أو السلك. فالمقاومة الكهربائية شبيهة بالانسداد في الماسورة، السلك هو الماسورة، تيار الماء داخل الأنبوب هو يعتبر تيار الكهرباء. فهذه هي الفكرة. أيضا لو فكرت في الموضوع هذا كما لو كان بطارية، احنا نعرف انه في البطارية عشان تعمل بطارية لازم يكون عندنا جهد، طرف موجب وطرف سالب. كلمة موجب يعني طرف اكبر، الموجب دائما يشير الى الشيء الاعلى، السالب او الناقص هو الشيء المنخفض او الاقل. فلو تصورت ان البطارية هي في الاخير خزان ماء، فلكي يمر او يتسرب الماء من هذا الخزان يجب ان يكون هناك ارتفاع أو فرق في الارتفاع. فلو أنت تريد تمرير الماء إلى المنطقة هذه لابد أن ترفع الخزان إلى نقطة مرتفعة. فلاحظ هنا مستوى مرور الماء الذي ترقب إليه أو تريد الماء يتحرك إليه، ولكن لاحظ مستوى الخزان في المنطقة هذه، فيوجد فرق في الارتفاع. هذا الكلام على خزان الماء اللي في البيت، ليش احنا نضع خزان الماء في أعلى نقطة في السطح أو في البيت؟ حتى يصبح في عندنا فرق في الارتفاع ما بين الأدوار السفلية وخزان الماء، فتجد أن الماء ينزل بفعل الجاذبية، وهو في الحقيقة بفعل الفرق في الارتفاع. لو كان الماء في الخزان في نفس مستوى الحمامات ودورات المياه ستجد أن الماء لا يتحرك، لأنه لا يوجد جهد أو مبذول بسبب فرق الارتفاع. نفس الكلام في البطارية، حتى يمر التيار خلال بطارية كهربائية من طرف إلى آخر لابد أن يكون عندنا فرق في الجهد. ففرق في الارتفاع بالنسبة للخزان هو يعتبر فرق في الجهد أو البوتنشال أو الفولتج. فلما يكون عندي الجهد عند نقطة معينة مرتفع والجهد عند النقطة الثانية منخفض، موجب وسالب، في هذه الحالة فقط التيار راح يقدر يتحرك من الطرف الأعلى جهداً إلى الطرف الأقل جهدا. نفس الكلام، من أعلى ارتفاعا الماء راح يتحرك من النقطة الأعلى ارتفاعا إلى الأقل ارتفاعا. هذه طريقة اسمها طريقة أنابيب المياه أو الووتر أنالوجي.